بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطريقة الرابعة في الآن ما زلنا ما في مقياس تخريج الحديث للسنة الثالثة فقه أصول علوم إسلامية. درسنا اليوم هي طريقة التخريج الرابعة، الطريقة الرابعة في تخريج الحديث. الطريقة الرابعة عندي فقط موضوع الحديث، عندي موضوع الحديث، يعني موضوع يتكلم في التيمم، يتكلم في الهبة، يتكلم في المزارعة، يتكلم في أي حاجة. أخذ موضوع الحديث وأذهب إلى الكتب التي اهتمت بموضوعات الحديث. مثلا كاين كتب اهتمت شملت كل أبواب الدين، وهي الجوامع والمستخرجات والمجاميع والزوائد وكتاب مفتاح السنة. ممكن سأمر بنوع من التفصيل على هذه الكتب كلها. إذن الآن أذكر فقط كعناوين. مصنفات شملت أكثر أبواب الدين، أو بالأحرى على الموضوعات الفقهية، غالبها أحكام، اللي هي السنن، مستخرجات على السنن، والمصنفات الموطأات. هناك مصنفات خاصة ببعض أبواب الدين كالأجزاء والترغيب والترهيب والزهد والأحكام والموضوعات والفنون الأخرى وكتب التخريج إلى غير ذلك. الآن أذهب إلى بعض، أتطرق إلى بعض التفصيل. الجوامع، ما معنى كتاب جامع؟ مثلا البخاري اسمه الجامع، مسلم اسمه الجامع، فالترمذي اسمه الجامع. جامع ما معنى جامع؟ معناته يحوي جميع علوم الدين، كل علوم الدين الإسلامي يحويها. معناته أن هذا الكتاب فيه يحوي على العقائد والأحكام والرقائق وأداب الأكل والشرب والسفر والمقام وما يتعلق بالتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب والمثالب. ثمان موضوعات كلها تاع الدين الإسلامي كلها، هذا اسمه الجامع. عندنا طبعا كتب أشهرها جامع معمر، جامع الثوري، جامع ابن عيينة، جامع عبد الرزاق، وجامع الصحيح للبخاري ولمسلم وللترمذي. المستخرجات، لا أريد أن أدخل في المستخرجات لأن أغلبها غير موجود، والمستخرجات هي عبارة عن فن. ما هو؟ يأتي المستخرج، العالم المستخرج، فيستخرج أحاديث على عالم آخر، على عالم آخر. مثلاً مستخرجات البخاري، الإسماعيلي أتى بنفس أحاديث البخاري، خرج هو بإسناده، لم يأخذ عن البخاري، إنما التقى فيها مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه أو في شيخ شيخ شيخه. هذه اسمها المستخرجات. طبعا هذه قد تتصادفون معها ولا تفيدكم كثيرا. المستدركات، المستدركات طبعا عندنا مستدرك واحد الحقيقة هو اللي نحتاجه هنا في هذا في هذه الطريقة الرابعة، وهو مستدرك الحاكم. مستدرك الحاكم أن الحاكم ماشي على نظام الجوامع، فالمستدرك هو حاول أن يستدرك على البخاري ومسلم على أحدهما الأحاديث التي فاتتهما وكانت على شرطهما أو شرط أحدهما فأخرجها. هذا كتاب كذلك نستفيد منه. هناك المجاميع، هناك المجاميع، كتب في المجامع جيدة جدا جدا. وأول كتاب أفيدكم به هو جامع الأصول لمن؟ لابن الأثير، متوفى سنة 606، متوفى سنة 606. هذا الكتاب كتاب رائع جدا جدا، يحوي 6 كتب، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، فقط بدل ابن ماجه هو دار الموطأ مالك. وهناك طبعة جديدة لجامع الأصول في الهامش، أضافوا سنن ابن ماجه، فيصبح عندك موسوعة حديثية والبحث فيه يسير جدا جدا، لأن الكتاب مرتب على أبواب الدين، وأبواب الدين مرتبة حسب حروف المعجم. مثلا نبدأ بحرف الألف، الإيمان، يبدأ بالأحاديث التي بالإيمان، ثم أحاديث الأيمان، ثم الباء، بدء الخلق كذا، ثم التاء، تفسير،
مثلا نمثل فقط ث، ما ادري ما يحضرنيش مثال في ث، الجيم الجهاد، الحاء الحج، الخاء ما ادري، الراء الرزق، ابواب الرزق مثلا، كل ابواب الدين مرتبه على حروف المعجم. تذهب في مجلد 11 وتستخرج جميع الفهرس موجود نهائي امامك، اي موضوع اي حديث في اي موضوع تشوفه، تذهب للفهرس 11 تبحث على موضوعك تذهب اليه، يقول لك في المجلد الخامس السادس مثلا، الصلاه في المجلد السته، الطهاره طهاره خمسه سته، الصلاه نظن نهايه خمسه. ولهذا البحث فيه يسير جدا، فياتي بالحديث كل الاحاديث اللي فيها موجوده في هذه الكتب، ياتيك نفس الموضوع. مثلا التيمم ياتيك بجميع الحديث الوارده في التيمم، ثم ياتيك بمعانيها مع الغريب الحديث، وفي الهامش يخرج الحديث، واذا لم يكن في الصحيحين فيحكم عليه المحقق اللي هو عبد القادر الأرناؤوط. كتاب في يعني غاية الأهمية. عندنا من بين الكتب التي يعني نحتاجها هي كتب الزوائد، ولعلي قد أفدتكم من قبل بما معنى الزوائد. قلنا الزوائد أن يعمد عالم فيأتي بزوائد كتاب على كتاب. مثلا ممكن طبعا الزوائد هي فيه الزوائد على الصحيحين أو على الخمسة، أي الكتب الستة ما عدا ابن ماجه، أو على الكتب الستة، وهذا أشهرها. مثلا مجمع الزوائد، مجمع الزوائد الحقيقة مجمع الزوائد هو كتاب جمع ست كتب، وست كتب استخرج زوائدها على الكتب الستة، بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. هذه الكتب ما هي؟ هي مسند أحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثالث الصغير والأوسط والكبير، ست كتب استخرج زوائدها على الستة. فأصبح الآن في مكتبتك إذا كان عندك جامع الأصول مع مجمع الزوائد يمثلوا حوالي 16 مجلد، فهذا يغنيك عن مكتبة الكتب الستة ثم الكتب الستة الأخرى. وهذه لو جمعت في مكتبة يعني لو حسبناها بالطول لكان طولها 6 أمتار، تختصرها في 16 مجلد، والبحث فيها يسير. عندنا كتاب كذلك يهتم بالمسألة اسمه مفتاح كنوز السنة. هذا مفتاح كنوز السنة وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، فتذهب إلى الموضوع ويوفيك بالأحاديث بأرقامها وبكل ما تحتاجه منها. نعم. هناك مصنفات على الأبواب، على أبواب الدين أو على حق على الأحكام، أحكام نقصد بها الفقهية أصول أصلا، وبعض الأحيان بعض من يجد بعض الأحكام العقيدة. إذا عندنا السنن، مصطلح سنن أننا نتكلم عن أحكام فقط. طبعا عندنا سنن أبي داود النسائي بن ماجة، سنن ترمذي، ترمذي يدخل معنا، يطلق عليه سنة يطلق عليه جمع، فهمنا؟ وسنن دارمي البيهقي، هذه سنن. المصنفات، حق المصنفات هي مثل الجوامع، إنما المصنفات هي ميزتها أنه فيها المرفوع وفيها الآثار، آثار الصحابة. وأشهر كتابين في الـ في الـ في الآثار ومصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة. وعندنا موطئات، طبعا أهم موطأ هو موطأ الإمام مالك. نعم. الأجزاء الحديثية، هناك أجزاء مثلا الإمام بخاري عنده كتاب جزء رفع اليدين، جزء القراءة خلف الإمام، وموجود مجموعة هكذا من الأجزاء، موضوع فقهي مختصر يجي الإمام الأئمة يخرج أحاديثه. عندنا كتب الترغيب والترهيب، وأهمها كتاب الترغيب للمنذري، وخدمه الشيخ الألباني رحمه الله، وأخرج لنا صحيح ترغيب وترهيب وضعيف ترغيب وترهيب. وعندنا كذلك كتب الزهد ممكن كذلك أن نستفيد منها.
عندنا كتب خاصة، كتب الأحكام، كتب أحكام، أحكام فقهية، أحكام فقهية. طبعا كاين كتب الأحمد بن دقيق العيد، كاين بلوغ المرام لابن حجر، كتب مجموعة على كل حال. هذه الكتب التي ذكرتها من قبل هي الأصل. في كتب موضوعات خاصة، كتب موضوعات خاصة، مثلا عن الإخلاص ابن أبي الدنيا، أسماء الصفات للبيهقي، وهكذا. ويعني أعتقد هكذا يعني الآن كل يعني تقريبا مررت على جل الكتب. طبعا اللي يفيدنا في الموضوعات كذلك كاين كتب التخريج اللي بدأت بها أول حاجة، كاين كتب اسمها كتب التخريج، لأن التخريج فيه ثلاث أقسام تاع كتب أو ثلاث أنواع. النوع الأول هو الكتب التنظيرية، مثلا هذا الكتاب الذي الآن اللي تعتمدونه هذا كتاب في تخريج الحديث، يعلمك كيف تخرج الحديث، هذا نوع. الشيخ طحان عنده تخريج الحديث دراسة الأسانيد، نفسي أصول تخريج الحديث، كتاب يعلمك كيف تخرج، هذا نوع. النوع الثاني تاع التخريج كتب هي أصلا تخرج أحاديث كتب أخرى، كتب تخرج أحاديث كتب أخرى. مثلا إمام زيلعي عنده تخريج أحاديث الهداية، الهداية لمن؟ المرغناني حنفي. من خرج أحاديثه؟ زيلعي. يعني يأتي عالم إلى كتاب فقهي ويخرج أحاديثه، نفس الشيء هذا نستفاد منها من الطريقة الرابعة. يعني تقريبا يعني هذا أهم ما موجود هنا. الآن يبقى لنا التخريج على الطريقة الخامسة طبعا، وهذا يعني أصحاب قسم الفقه وأصول صعب عليهم بعض الشيء. هنا طريقة التخريج عن طريق النظر في حال الحديث سندا ومتنا، هذه المسألة الخامسة. الخامسة ضممتها مع الرابعة لأن ليس لي فيها كلام، ليس لي فيها كلام كثير، لي فيها دقيقة واحدة، هو أن الحديث تكون مر به حالة معينة، كأن يجتمع أن هذا الحديث من الأحاديث الموضوعة، فنذهب إلى كتاب الموضوعات، فنذهب إلى حال السند. إذا شككنا بأن الحديث فيه راوي والذي أثر فيه، نذهب إلى ترجمة الرواة ونبحث في كتب الرواة جرح والتعديل، مثلا ميزان الذهبي أو لسان الميزان، أو فنذهب إلى هذا الكتاب ويعطينا حال الحديث. من نذهب مثلا كتب ابن عدي، نعم ابن عدي عنده خاص وخاص بالأحاديث ضعيف، ابن عدي خاص بالأحاديث الضعيف، وهكذا. إذا الطريقة الخامسة يصعب على طالب الفقه الأصول أن يعرف، أن يتعرف على هذه الكتب، لأنها الحق كتب متخصصة. ولكن طالب الفقه الأصول الطرق الأربعة الأولى يكتفي بها. الآن في الدرس القادم نتكلم على الطريقة السادسة والأخيرة، ولا تأخذ منا وقتاً.